بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم عن الـ viral pathogenesis. Pathogenesis is the process by causing a disease. End definition. لذلك هنا بهذا اليوم احنا بعد ما شفنا بالمحاضرة الأولى أخذنا ملخص بسيط عن الـ general structure of the viruses of human viruses. In the second lecture, عرفتوا فد شيء بسيط عن the viral replication, steps of viral replication, and conditions by which viruses can grow within the body of a human being, of the host. هذا اليوم ناخذ نبذة عن the viral pathogenesis, واللي هي نقدر نعتبرها أهم محاضرة بالنسبة لل general virology, لأنه هنا أنت راح تفهم العلاقة بين الفيروسز والبيشنت. هنا شنو السبب؟ ليش الفيروس يسبب ديزيز؟ ليش بعض الفيروسات تسبب أمراض خطيرة، بعض الفيروسات تسبب أمراض بسيطة أو ربما بدون أعراض؟ فهنا هذه اليوم النقاط هسه بهذه الساعة راح نشرحها إن شاء الله. إذا عندكم ملاحظات تقدرون تدزوها تستفسرون عن طريق الكلاس روم، وأنا حاضر لإجابة جميع الأسئلة. Viral pathogenesis is the process مثل ما قلنا by which a viral infection leads to a disease. شلون سبب disease؟ Viral pathogenesis is an abnormal situation of no value to the virus. بمعنى أنه الفيروس هو يعني صحيح هو سبب abnormal situation بالنسبة للجسم، ولكن هو هذا life cycle مالته اللي هو يريد يعيش. فلذلك هذه عملية replication مالته، معيشته داخل الخلية الحيوانية أو الإنسانية، قد تسبب بعض الأضرار للإنسان، ولكن هو مو هذا القصد. القصد انه هو بالنسبة للفيروس، الفيروس هو يريد له الانفيرومنت مالته حتى يعيش داخل خلية، لان احنا مثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة هو اوبليكيت انتراسيلور باراسايت، يعني مجبر ان يعيش داخل خلية. The majority of viral infections are subclinical. It is not in the interest of virus to severely harm kill the host. اغلب الاصابات الفيروسية هي subclinical، يعني ما توصل الى ظهور اعراض واضحة. The consequence of viral infection depend on an interplay between a number of viral and host factors. هاي النقطة المهمة اللي أريد تخلوها ببالكم دائما، إنه محصلة التفاعل بين الفيروس نفسه وبعض الظروف المصاحبة لدخوله لجسم المريض وعوامل المريض نفسه من مناعة وأمور أخرى هي اللي بمجموعها راح تسبب ان السيفيريتي اوف ذا ديزيز، او راح يكون ديزيز او ما يكون. اوتكم اوف ا فايرال انفكشن، انتم اكيد سامعين انه اكو اكيوت انفكشن واكو كرونيك انفكشن، يعني فهذا قد يكون السلايد شويه قبل وقته اجى، بس احنا هم لا بس انه نتكلم عنه بسرعه. الاكو تعرفون اكو اكيوت انفكشن وكرونيك انفكشن. بالنسبه للانفلاميشن يجوز بالباثولوجي اخذتوا شنو الاكيوت انفلاميشن وشنو الكرونيك انفلاميشن. بالنسبه للانفكشياس ديزيز عموما، الاكيوت انفكشن انه لازم يصير ريكفري، يعني كومبليت ريكفري، شفاء كامل وذ نو ريزيديو افكتس، ما راح تبقى اثار متبقيه. ريكفري وذ ريزيديو افكتس مثل اكيوت فايرال انسيفلايتس ليدنج تو نيورولوجيكال سيكولي او الديث، يعني هو اذا السيفير اكيوت ديزيز ممكن يسوي لنا ديث، بس اذا صار شفاء زين، اذا صار شفاء هو لازم يعني ما راح يتبقى عندنا اعراض متبقيه، او يتحول الى كرونيك انفكشن. يعني الاكيوت انفكشن اذا طول فتره معينه، لكل مرض اكو فد يعني تايم سبان معين، يعتبر تحول الى كرونيك. الكرونيك عاده هو سايلنت سب كلينيكال انفكشن، او مو نقول بس سب كلينيكال، ممكن يكون مايلد انفكشن، مايلد سيمتومز بس تستمر لفتره طويله. ات مي هاف ا لونج سايلنت بيريد بيفور ديزيز، مرات ما يبين بعض الامراض اللي هي كرونيك فروم ذا ستارت نسميها، فترة طويلة تكون silent without symptoms، وبعدين راح تظهر عندنا أعراض هي chronic disease from the start. وعادة الchronic disease هو بنسميها فترات of
reactivation and remission، يعني يتنشط بين فترة وفترة، يتنشط وبعدين يرجع، يعني relapses and exacerbation، انتكاسات يعني ومضاعفات تزيد وتنقص بين فترة وفترة. الفاكتورز المهمة هسه نرجع مثل ما قلنا كسياق للموضوع، فاكتورز ان فايرال باثوجينسيز، العوامل المهمة شنو اللي تحدد ان الباثوجينسيز ايش راح يصير بالنسبة للجسم. اكو فاكتورز تخص الفيروس نفسه، نبدأ عادة من احنا طبعا ناخذ الباثوجينسيز دائما على تو ليفلز، خلوا ببالكم احنا من نحكي عن باثوجينسيز عموما، يعني هذا كل pathogenesis بالinfectious disease مو بس بالفيرولوجي، ناخذها at the level of the host يعني على البادي سيستم كله، او وناخذها ايضا على مستوى السيل. فال effects of viral infection on cells يعني cellular pathogenesis هذا راح ندرسها واحد، بعدين the entry of the host يعني المود of transmission هذا جدا مهم لازم تعرفه، هذه العناوين الأساسية اللي في موضوع الباثوجينسيز، اللي دائما من نحكي عن الباثوجينسيز بتعرف هاي العناوين الأساسية. أول مرة الـ entry to the host منين يدخل، يعني كل فيروس لازم تعرف هو how to get this infection، أكو ينتقل عن طريق الأورال transmission يعني عن طريق الفم مع الشراب والطعام، اكو ينتقل عن طريق الريسبيراتوري سيستم، اكو ينتقل دايركت كونتاكت او دايركت يعني بنتريشن للجلد، واكو يدخل عن طريق الدم بلاد بورن، نسميه بلاد بورن فيروسز او انفكشيوس ايجنتس. فهذا ايضا شيء مهم جدا انه لازم لكل فيروس او كل انفكشيوس ايجنت حتى البكتيريا تعرف شنو المود اوف ترانسميشن مالتها او المود اوف انتري تو ذا سيل. بعدين الكورس اوف ذا انفكشن، لما يدخل الفيروس for the first time to the body يعني راح يكون إلى primary site of replication، لأنه تعرفون أو أكيد هسه يعني كلكم صار عندكم فد معلومات يعني عن الوبائيات بمناسبة إنه إحنا سنعيش ظروف الجائحة كوفيد 19، فتعرف إنه أكو فد شيء اسمه الفيرال دوز وليس الفيرال لود، مثل ما اكو يعني يرددون انه فيرال لود، هو مو هذا الفيرال لود، هذا الفيرال دوز يعني جرعه الفيروس المعديه اللي يحتاج تدخل الجسم حتى تسبب لنا ديزيز. فاول ما يدخل اكو فت مينيمال فيرال دوز يحتاج يدخل بها الفيروس حتى يسبب حتى يتغلب على مناعه الجسم، على الاجهزه المناعيه الانيت اميونيتي اللي بالجسم، ويقدر يحصل موطئ قدم في داخل الجسم. فهذا المكان اللي يدخل الفيروس هو السايت اوف برايمر ابليكيشن، يعني خلينا نقول مثلا هسه ريسبيراتوري فيروس يدخل عن طريق الابر ريسبيراتوري تراكت، يدخل عن طريق النوز والماوث، ففي هذه المنطقه بالابر ريسبيراتوري تراكت او بالنيزال ساينسز راح يسوي لنا برايمر ابليكيشن. ليش؟ حتى يزيد العدد مالته، العدد البرايمري مالته اللي دخل به راح يزيده بحيث يوصل الى عدد كافي، راح يضعف طبعا مئات الاضعاف حتى يوصل الى عدد كافي يأهل انه يدخل المرحله الثانيه السيستميك سبريد، راح يدخل مره ثانيه للسيستمز، ممكن يكون ينتقل عن طريق الدم، ممكن ينتقل عن طريق الاعصاب، ممكن ينتقل عن طريق الريسبيراتوري تراكت، مثل ما اذا احنا هسه مثالنا هو الريسبيراتوري سيستم فيروسز. فالسيستميك سبريد راح يدخل عن طريق القصبات الهوائيه، وكذلك ممكن يدخل مجرى الدم فيسوي لنا الفايريميك ستيت، الفايريميا نسميها يعني فيروسز ان ذا بلاد. من راح يوصل الى السكند تارجت مالته او هو المين تارجت اللي يستهدفه، خلينا نقول مثلا هو اللانك، هنا راح يصير لنا السكندري ريبليكيشن، التكاثر مره اخرى. هنا هذا التكاثر هو الخطير اللي راح يسوي لنا الاعراض المهمه اللي راح يكون باعداد كبيره. اكو مفهوم السيل تيشو تروبيزم اللي راح نحكي عليها في سلايد خاص، والتروبيزم معناها هو خصوصية الفيروس، يعني ليش الفيروس يصيب أجهزة معينة، خلايا معينة، كائن حي معين وما يصيب غيره،
هذا راح نحكي عليه في سلايد اخر. بعدين السيل تيشو دامج، شنو الاشياء اللي تسوي السيل دامج او تيشو دامج، وكذلك الهوست اميون ريسبونس والفيروس كليرنس اور بيرزيستنس. اخر شيء المرحله في المرحله النهائيه هو هل راح يصير كليرنس الفيروس تخلص من عنده تماما، او راح يصير بيرزيستنس راح يبقى بالجسم وهو يعني اللي يتغلب في هذه المعركه ضد النظام المناعي للجسم. فال راح اعبر هذا السلايد وارجع له بعدين، لانه انا اريد نحكي عن الفيرال انتري اولا باعتبار يعني المود اوف ترانسميشن اوف ذا فيروس انتو ذا بودي هو اهم شيء. فالسكين most viruses which infect via skin require a breach in the physical integrity of this effective barrier. For example, cuts or abrasions. Many viruses employ vectors, the sticks, mosquitoes or vampire bats to breach the barrier. إذا دخل الفيروس عن طريق السكين، بعض الفيروسات عندها قابلية على اقتحام الجلد السليم، ولكن أكثرها تحتاج إلى قطع، إلى abrasions، إلى مرات تستعمل فيكتور معين اللي نسميه يعني اللي هي الأرثروبودز الحشرات نسميها فيكتور لما تكون ناقلة لأمراض مثل الموسكيتوز أو التيكس أو الفامباير باتس الخفاش القراد أو البعوض، حتى يعني يتجاوز هذا الخط المناعي الأول للجسم اللي هو الجلد. conjunctiva and other mucous membranes. conjunctiva يعني ملتحمة العين، الغشاء الخارجي للعين، and other mucous membrane rather exposed site and relatively unprotected. هذه عادة يعني خط دفاعي يعتبر ضعيف وحساس، يقدر الفيروس يدخل عن طريقه. respiratory tract in contrast to skin, the respiratory tract and all other mucosal surface possess sophisticated immune defense mechanisms as well as non-specific inhibitory mechanisms, ciliated epithelium, mucus secretions, lower temperature which viruses must overcome. أكيد أخذته بالمحاضرات المحاضرة الأولى للمناعة العامة، إنه الجسم عنده innate immunity مناعة فطرية أولية اللي هي non-specific. هذه يعني تساعد في التصدي للفيروسات وكافة الممرضات اللي تجي عن طريق الجهاز التنفسي مثل السيليا، الميوكوس سكريشنز اللي تحتوي على أنتيبوديز، change in the temperature of the environment. هاي كلها تساعد في التخلص من الفيروسات أو الباثوجينز اللي تدخل. فيعني يحتاج الفيروس حتى يكون، حتى مثل ما قلت لكم يحتاج فد مينيمال فيرال دوز، يعني عدد اقل، العدد الاقل اللي لازم يوصله حتى يدخل حتى يقدر يسوي لنا، لانه اذا اقل من هذا العدد راح تتغلب عليه اجهزه المناعه التلقائيه او الفطريه اللي بالجسم. طبعا هذا الموضوع يختلف ايضا من شخص الى شخص، اكيد تعرفون المناعة من شخص الى شخص تختلف. السموكر مثلا عنده السيلياتيد ابيثيليوم السيليا اكتيفيتي تصير اقل، السكريشنز تصير عنده ثيك اكثر، ولذلك الافكتيفنس اوف ذيس بارير اوف بروتكشن اوف اميونتي راح تكون قليله بالنسبه للسموكر. لذلك احنا نشوف بالسموكر الـ respiratory infections دائما تصير more severe او more frequent. ايضا كذلك الفيروس يختلف فيروس عن فيروس، اكو فيروس ما عنده يعني قابليه يحتاج الى دوز جدا عاليه حتى يسبب الـ infection، الـ primary infection مالته، بينما اكو فيروسات ما يعني بدوز قليله قد تكون الف فيروس، يعني بالنسبه للفيروس يعتبر الف بارتيكل قليل، ومثالنا هو مثل الكورونا فيروس حاليا الكوفيد 19، ألف فيرال بارتيكل كافية لإحداث إصابة خطيرة إذا دخلت للجسم. الجاسونتستينال تراكت تعرفون هستايل انفايرمنت غاسيك اسيد بايل سولز اتسترا، فيروسز ذات سبريد باي جي اي تراكت ماست بي ادابتد تو ذيس هستايل انفايرمنت. هستايل يعني الشديد او الخشن، الانفايرمنت صعب المعيشه به بالنسبه للمايكرو اورجانيزم او بالنسبه للفيروس.
هي اللي هي الجاسك اسيديتي، حموضة المعدة والبايل سولت. فبالمناسبة يعني الريسبيراتوري فايروس إذا انبلع عبر للمعدة الجاسك اسيديتي راح تقتله. ولذلك مو كل فيروس او مو كل باثوجين او حتى بالنسبه للبكتيريا يقدر يسوي لنا دياريا ويسوي لنا الجي اي تي انفكشن، لانه لازم يعني شيء مهم جدا انه لازم يعبر الجاستريك اسيديتي، لازم يكون مقاوم للجاستريك اسيديتي اللي هو يعني فد بروتكشن قوي جدا ضد المايكرو اورجانيزمز. الجينيتورينري تراكت relatively less hostile than the above but less frequently exposed to extraneous viruses. هذا الموضوع يعني بمجمل ال UTI قد يكون خارج نطاق يعني محاضرتنا اليوم، ماكو داعي نتوسع به، بس ال UTI اللي سببها الفيروسات أقل بكثير من من الالتهابات. الـ UTI يعني الـ Urinary Tract Infection، يعني التهابات الجهاز البولي التناسلي. الإصابات اللي سببها الفيروسات تكون أقل من الإصابات اللي نشوفها بالجهاز التنفسي وبالجهاز الهضمي لأسباب يعني قد تكون إحنا هسه نتجاوزها في هذا في هاي المرحلة. زين نرجع على الدور. احنا ورا ما قلنا انه اكو الباثوجينسيس ات ليفل اوف ذا هوست، يعني الهوست انتري، وقلنا اكو برايمري سايت اوف ريبليكيشن وسكندري سايت. هسه نبدي ان بعدين نحكي عن السيلولار باثوجينسيس، يعني لما الفيروس بنفسه يدخل خليه. سيلز كان ريسبوند تو فايرال انفكشن ان 3 ويز، يعني لما يدخل فيروس للجسم او للخليه شو راح يصير؟ اما اولا no apparent change، ماكو تغيير واضح. ثانيا death، وثالثا transformation. شنو يعني هاي الاحتمالات الثلاثة؟ direct cell damage and death from viral infection may result from، يعني لما death اول احتمال، الثاني احتمال هذا death، ليش يصير death؟ اول شيء diversion of the cells energy، يعني لانه احنا قلنا بالمحاضرة الريبليكيشن اكيد قاريها اذا تذكروها، انه الفيروس يستخدم الماشينري اوف ذا سيل تو فور اتس اون ريبليكيشن فور اتس اون بنفيت، فهو راح تتوقف البرودكشن اوف سيل ماكرو مولكيولز الطبيعية عادة تتوقف، يعني بعد ما ينتج النورمال بروتينز مالته الفانكشنينج بروتينز مالته، لذلك الخلية ممكن تموت. ثانيا يعني بالنسبه للسيل انرجي وبالنسبه للماكرو مولكيول سينثيسيس اذا توقف راح تموت الخليه. النقطه الثالثه كومبيتيشن اوف فايرال ام ار ان اي فور سيلولار رايبوسومز، ايضا نفس العمليه انه بعد ما يسوي يعني ما يشغل السيلولار رايبوسومز الام ار ان اي الفايرال ام ار ان اي هو راح يشغل السيلولار رايبوسومز لانتاج اتس اون بروتين to produce its own protein حتى يسوي new viral progeny، لذلك تتوقف نشاطات الخلية وتتوقف إنتاج البروتين الخاص بالخلية. و competition of viral promoters and transcriptional enhancers for cellular transcriptional factors such as RNA polymerase and inhibition of the interferon defense mechanisms. هذه كلها يعني الأربع نقاط يعني نقدر نجملها انه ليش ممكن الخليه تموت، لانه ما تتحمل الـ يعني الديبريفيشن حرمانها من كل الانرجي والماكرو مولكيول برودكشن اللي حرمها من الفيروس لذلك تموت، يعني اثر على فعالياتها الحيويه بحيث ماتت. بعدين اكو مرات اندايركت سيل دامج، يعني مو مباشره هو الفيروس قتل الخليه، ولكن ايضا الخليه تموت بس بسبب آخر اللي هو أول شيء integration of the viral genome. مرات يعني يصير الجزء من الفيرال جينوم ال DNA مالت الفيروس يصير له integration يندس أو ينزرع داخل ال DNA مالت الخلية، فيأثر على وظائفها، ولذلك بالتالي يؤدي إلى موتها. ثانيا induction of mutations in the host genome، وبنفس السبب يعني تبدي تصير mutations لانه راح يدخل DNA غريب للمادة الوراثية للخلية.
مرات بسبب الاكسسيف انفلاميشن. الانفلاميشن تعرفون انتم اخذتوا باثولوجي، عندكم يعني معلومات عن الباثولوجي والبيولوجي اصلا ايضا، شنو هو الانفلاميشن وشنو هو الانفلاماتوري سايتوكاينز اللي ممكن تصير خلال الانفلاماتوري بروسيس، شلون ممكن تؤدي الى موت الخليه. وبعدين الهوست اميون ريسبونس، مرات السبب بعض الفيروسات هي بنفسها ما تقتل الخلايا، ولكن وجودها داخل الخلايا حفز جهاز المناعه على قتل الخلايا المصابه بالفيروسات. فهذا يعني عندنا امثله كثيره عليه، مثلا فيروس الهيباتايتس وخصوصا الكرونيك هيباتايتس يعني بي وسي. هذا الفيروس بنفسه هو ما يقتل الخليه، خليه الكبد لما يصيب الكبد الفيروسي، ولكن السيتوتوكسيك تي سيلز الخلايا المناعيه المتخصصه السيلولار اميونتي هي اللي تقتل الخلايا المصابه بالفيروسات في سبيل التخلص من الفيروس طبعا. فماكو غير حل غير انه تقتل الخليه المصابه، ولذلك يعني اذا قتل الخليه صار كنتيجه غير مباشره لدخول الفيروس لهذه الخليه، والسبب المباشر هو مناعه الجسم، هو الهوست اميون ريسبونس. فهذا المصطلح احنا اللي نسميه احنا الاميونو باثوجينيسيس. خلوا ببالكم هذا الموضوع، هذا المصطلح اميونو باثوجينيسيس، هو اكو سلايد عليه ان شاء الله وتلقوه ايضا موجود بالمصدر. اميونو باثوجينيسيس معناها الباثوجينيسيس الذي يسبب جهاز المناعه، يعني العمليه الامراضيه او الهارمفول افكت اللي يصير بالجسم هو بسبب الاميون ريسبونس وليس بسبب الباثوجين نفسه. نرجع استعراض سريع، قلنا بالنسبة للبرايمري ريبليكيشن هو at the site of entry. Place of primary replication is where the virus replicates after gaining initial entry to the host. أول ما يدخل يحتاج أنه يكثر العدد مالته حتى يوصل إلى، بعد أن حصل موطئ قدم يحتاج إلى يكثر العدد مالته حتى يكون مستعد للمرحلة الثانية اللي هي السيستميك سبريد، يعني الانتقال إلى أجزاء أخرى من الجسم، فيحتاج طبعا يعزز العدد مالته. This frequently determines whether the infection will be localized at the site of the entry or spread to become systemic infection. هاي نقطة جدا مهمة، هذا البرايمر ريبليكيشن هذا يحدد ان بالفعل هذه الانفكشن لوكالايزد راح تبقى بنفس مكان الانتري لو هي سيستميك راح تصير. يعني اكو فيروسات مكانها تبقى لوكالايزد انتر، مثل يجوز شايفين الفالول، هذا الفالول العادي، هاي الثقاليل اللي بالجلد، هذا فيروس يسببها الهيومن بابيلوما فيروس. هذا الفيروس عادة هو يدخل direct entry أو direct integration into the skin، يسبب هذا الليجن، يسبب لنا يعني نوع من، طبعا هو هذا نوع من الأورام ولكن هو benign tumor عادة. بس اللي يهمنا هسه بهذا الموضوع انه هو يبقى at this site of entry، هو المكان اللي دخل به ما راح ينتقل الى اعضاء ثانية، ما راح ينتقل عن طريق الدم، ما يدخل عن طريق الدم او ما يفتر عن طريق الدم. لذلك هذا يعني هنا قلنا ما عنده يعني الريبليكيشن في سبيل يسوي سيستميك سبريد. بعدين اذا صار دخلنا مرحله السيستميك سبريد، apart from direct cell to cell contact، يعني طبعا الفيروس ممكن يعبر من خليه الى خليه، يعني سقط هذه الخليه تغلب عليها تكاثر، طبعا النيو بروجيني يعني الجيل الجديد من الفيروسات اللي يتحرر الليبريتد، وين راح يروح؟ راح يدخل الخلايا المجاوره لهذه الخليه اللي سقطت. وكذلك اكو طرق اخرى للسبريد البعيد، يعني السيستميك سبريد مثل ما قلنا via the blood stream and the central nervous system، عن طريق البلود ستريم وهاي الفيروسات اللي نقول عليها بها فايريميك ستيت، فايريميا يعني فيروسز ان ذا بلود تعرفون. فهذه طبعا الفيروس اللي به فايريميا ممكن يفتر الجسم كله، ممكن اذا حصل له اي خليه يقدر يدخل لها، يعني عندها الريسبتر مال
الريسبتر اللي يقدر يتصل به يسوي له اتاتشمنت فراح يصيبها ايضا. وكذلك سنترال نيرفس سيستم، لانه اكو امثله انه بعض الفيروسات تمشي عن طريق النيرف اكسونال لينث اوف ذا نيرف، يعني عن طريق الخلايا العصبيه، واصلا ما يظهر للدم ولا يظهر للجهاز المناعي، يمشي داخل الخليه العصبيه وينتقل من مكان الى مكان الى ان يوصل الى سنترال نيرفس سيستم البرين بدون ما يطلع خارج الجهاز العصبي المركزي، مثل فيروس الريبيز داء الكلب اللي هو يصير يعني يجي يجوز عندكم معلومه يجي عن طريق عضه حيوان ريبد انيمال، يعني حيوان مكلوب مصاب بالفيروس، ينتقل عن طريق اللعاب يدخل المنطقه يسوي البرايمر ريبليكيشن مالته، بعدين يوصل الى الاعصاب المحيطيه القريبه من المنطقه ويبدي يهاجر عن طريق هذه الاعصاب باتجاه السنترال نيرفس سيستم الى ان يوصل للسباينال كورد والى ان يوصل البرين. اخر شيء يسوي لنا انسفلايتس، وهذه الفتره السفر الطويله هذه اذا كان طبعا يعني عاده يعني او اكثر شيء موست كومنلي العضه تكون بالاطراف بالرجل هاي، فهذا الطريق البعيد قد يستغرق فترة طويلة قبل ظهور الأعراض، يعني يستغرق فترة إلى 3 أشهر ممكن تطول، والسبب أنه الأعراض هي ما ظهرت بالبرايمر أبليكيشن، تظهر فقط من يصيب لنا البرين يصيب لنا السنترال نيرفس سيستم، فهاي فترة الاميجريشن مالته فترة الهجرة الطويلة هاي كلها شو نسميها احنا فترة انكوبيشن بيريد فترة حضانة. شنو هي فترة الحضانة؟ هي الفترة المنقضية بين دخول الباثوجين إلى ظهور أول الأعراض، هذا تعريف مهم. شنو هي الانكيوبيشن بيريد؟ هي الفترة اللي تنقضي من دخول الباثوجين إلى الجسم إلى ظهور أول أعراض. زين السكند ريبليكيشن طبعا بعد ما يوصل للسكند تارجت مالته بعد ما يتحرك يعني الفيروس ويجي للنيو تارجت مالته، سكند ريبليكيشن تيكس بليس ان ات سسبتبل اورجانز اور تيشو فولوينج سيستميك سبريد، بعد ان ينتقل خلال عن طريق سيستميك سبريد عاده عن طريق الدم راح يشوف منو سسبتبل اورجانز اور تيشو اور سيلز راح يصيبها مره ثانيه. السيل تروبيزم هذا الموضوع اللي قلت لكم عليه قبل شوية موضوع مهم جدا، ليش مو كل فيروس يصيب كل أجهزة الجسم مثلا، أو ليش فيروس معين يصيب الأنيمال ما يصيب الهيومن، أكو فيروس يصيب الطيور أكو فيروس يصيب النبات وأكو فيروس يصيب الإنسان، مو صحيح؟ وحتى لما يصيب الإنسان ما يصيب كل أجهزة الجسم بالإنسان، يصيب مثلا جهاز تنفسي فقط، اكو فيروس متخصص بالجهاز العصبي فقط، مو صحيح؟ شنو الشيء اللي يحدد هذا الموضوع؟ الشيء المهم احنا هذا نسميه احنا هي او هو تعريف السيل تروبيزم هو الافينيتي يعني الالفه فور سبيسيفيك بودي تيشوز از ديترمايند باي، او شنو العامل الاهم الاكثر اهميه هو انه الاوتر انتيجينز اللي يحملها الفيروس او الهويه المناعيه مالته الاوتر انتيجين او الاوتر بروتينز اللي يحملها الفيروس على سطح الخارجي لازم عندها افينيتي عندها الفه للاتصال في السيل ريسبتورز اللي موجوده على الخليه، كل الخلايا تعرفون عليها ريسبتورز، والريسبتورز هذه مو مخصصه هي لاستقبال الفيروس، هي ريسبتورز فيزيولوجيك ريسبتورز لها وظائف معينة للجسم، ولكن هو الفيروس يستخدمها كنقاط ضعف حتى يدخل عن طريقها حتى يسوي اتاتشمنت للخلايا عن طريقها. بعدين عامل ثاني انه cell transcription factors that recognize viral promoters and enhancer sequences، يعني لازم هو عنده الميكانيزم اللي يقدر من خلالها يعني يستعمل الماشينري اوف سيل ترانسكريبشن فاكتورز، يعني بالنسبه للجينيتيك فاكتورز مالت الخليه كون الانزيمات متطابقه كون الانزيمات اللي موجوده بالخليه متطابقه ويقدر يستغل هالفيروس لانتاج نسخ جديده من نفس الفيروس. كذلك يعني the cell should be able to support virus replication، نفس المعنى
الفيزيكال باريرز، لازم الفيروس عنده قابليه لعبور الفيزيكال باريرز اللي تحمي هذه الاجسام. يعني مو كل الفيروس، احنا قلنا مثلا اكثر الفيروسات التنفسيه ما تقدر تتجاوز حموضه المعده لما تدخل بالستومك. لذلك يعني هذا الفيزيكال بارير منعها انه تكمل مسيرتها باتجاه الانتستين، وان حتى لو ان كان عندها افينيتي للريسبتورز اللي موجوده بالانتستين، بس هي ما عندها طريق انه توصل للانتستين الا اذا وصلت عن طريق البلد. يعني هسه نرجع ناخذ مثال الكورونا فيروس الكوفيد 19 المستجد، هسه يسبب لنا دايريا، يسبب لنا اسهال دايريا، يسبب رينال فيلير، يعني ممكن يصيب الكدني، مو يسبب لنا، يعني بالاضافه انه انتم تعرفون هو ريسبيراتوري، هو ريسبيراتوري فيروس، ولكن هو بي فايريميا، فايريميك فيروس هو، يعني ممكن يدخل البلاد ستريم. لما يدخل البلاد ستريم راح تكون كل اعضاء الجسم تحت يعني تحت رحمته مثل ما يقولون. فالستركتشر او السيل اللي عندها ريسبتورز يقدر يسوي اتاتشمنت بيها، يعني عنده انتيجين للريسبتورز مالتها راح يقدر يتصل بيها ويسوي لها دامج. بالاضافه لتوفر الشروط الاخرى اللي قلنا عليها، انه السيل ترانسكريبشن فاكتورز لازم يقدر الفيرال بروموتر او الانهانسر والبروموتر بالنسبه للجينيتك بروسيسنج لازم يعني يقدر يشتغل عليه حتى يسخر السيل ماشينري تو برودوس نيو فيروسز. اللوكال تمبريتشر بي اتش اوكسجين تنشن انزيمز ان نون سبيسيفيك فاكتورز اند بودي سكريشنز، هاي كلها نقدر نقول عليها مثل الفيزيكال باريرز، بس هي هذه كيميكال باريرز، الاوكسجين والبي اتش والانزيمز اللي موجوده، دايجستيف انزيمز ايضا ان باين غاز كونتيسنت تراك ذات مي ان اكتيفيت سام فايروسز، هاي مثل ما قلناها. فيعني هذا هنا جواب هذا السلايد، اريدكم تهتمون به، ليش الفيروسات عندها تخصص في إصابة، بعض الفيروسات عندها تخصص في إصابة أنسجة معينة، وبعض الفيروسات ممكن تصيب أكثر من نسيج، بعض الفيروسات تقدر تصيب فقط الهيومن بينج ما تصيب الحيوانات والعكس صحيح، ولكن بعض الفيروسات تصيب الحيوان والإنسان سويا، وهذه الفيروسات اللي نسميها زونوتيك فيروسز، نسميها زونوتيك يعني أمراض مشتركة من الزو، يعني الزو يعني الأنيمال باللاتينية. فالزونوتيك فيروس هذا فيروس عنده قابلية أنه يصيب الإنسان والحيوان، ليش؟ لأن تروبيزم مالته extended، عنده أنتيجينز، عنده أفينيتي للريسبتورز مالت الأنيمال ومالت الهيومن بينج بنفس الوقت. سيل دامج حكينا عنها شوية، بهالصراحة صراحة أجملها بسرعة. Virus may replicate widely throughout the body without any disease symptoms if they do not cause significant cell damage or death. Retroviruses do not. Retroviruses هاي مجموعة من الفيروسات اللي تسوي الايدز معروفة. Do not generally cause cell death being released from a cell by budding rather than by cell lysis and cause persistent infection. يجوز انتبهتوا بمحاضرة الريبليكيشن انه قلنا الانفلوت فيروسز الريليز مالتها في نهايه السيل ريبليكيشن في اخر مرحله، الريليز مالتها هو عن طريق بادنج، البادنج يعني ماكو رابتشر او ماكو لايسز اوف ذا سيل، هو ياخذ جزء من السيل سيتوبلازميك ممبرين، ياخذ جزء من عنده يشتط من عنده الانفلوب مالته يتغطى بيه ويطلع، بس بنفس الوقت ما يقتل الخليه، لذلك كان يسميه كوز بيرسيستنت انفكشن، اصابه مستمره او مقاومه تبقى فتره طويله تطرح فيروسات الخليه بس هي ما تموت. فهذا بحد ذاته الفيروس يعتبر هو مو قاتل، ولكن اثار يعني بطريقه ثانيه راح ياثر على الجسم. Conversely على العكس البي كورونا فيروسز كوز لايسز اوف اند ديث of the cells in which they replicate leading to fever and increased mucus secretion in case of rhinoviruses paralysis or death usually due to respiratory failure for polio viruses. الفيروسز
النن انفلوبت يعني النيكد فيروسز يعني اللي ما تتغطى بانفلوب بالنسبه للريبليكيشن مالتها يكون عاده باي سيل لايسز او سيل رابتشر. راح تتجمع كميه كبيره من الفيروسات تتحضر للريليز الى ان يصير رابتشر للخليه، الخليه تماما اكزوستد وبعد ما تتحمل فيصير لها رابتشر او لايسز ويصير الريليز اوف hundreds and thousands of copies of the new virus. هاي عادة للنن انفلوب فيروسز، بينما الانفلوب فيروسز ريليز باي ذا بودينج وما تسبب لنا سيل دامج. Immune response to the virus probably has the greatest impact on the outcome of infection. يعني مثل ما تسمعون هسه انهم بالنسبه للكوفيد 19 مناعه الشخص هي العامل الحاسم في الاعراض اللي راح تصير به. الاعراض الشخص ما نقدر نحذر، هو الفيروس نفس الفيروس يصيب مجموعه معينه ناس قاعدين بنفس الغرفه ينصابون، بس كل واحد الكلينيكال برزنتيشن مالته والسيفيرتي اوف ذا ديزيز مالته يختلف. شنو السبب؟ لان الاميون ريسبونس اللي هو الموست امبورتنت فاكتور and of the on the outcome يعني على نتيجة ال infection. In the most cases the virus is clear completely from body and result in complete recovery. هذا طبعا الشيء الايدنتيكال المثالي انه مناعة الجسم تقدر تتخلص من الفيروس تماما، clearance يصير يكنسوه يطلعوه لبرا وينتهي الموضوع. In other infections the immune response is unable to clear the virus completely and the virus persists. إذا صار عملية شبه توازن يعني المناعة تشتغل، موجودة المناعة ولكن ما قدرت تتخلص تماما من الفيروس، فراح يصير persistence يعني بقاء أو استدامة للإنفكشن، وهذا نوع من الكرونيك إنفكشن اللي راح يصير أكو فد بالانس، لا هم متخلصين من عنده تماما ولا هو الفيروس قدر يقضي على البيشنت تماما، فتصير persistent infection. هذول الكرونيك patients اللي يكونون دائما source بالمجتمع، يستمر يطرح الفيروس ويكون source of infection to other persons، فهو لا هو الطيب ولا هو الميت بس هو يبقى خطر انه مصدر لنقل العدوى. In a number of infections the immune response plays a major pathological role in the disease. يعني هاي النقطة اللي قلت لكم عليها، هاي الاميون pathogenesis مرات هو الاميون ريسبونس او الاكزاجريتد او الانكنترولد اميون ريسبونس هو يسوي لنا الميجر باثولوجيكال رول ان ذا ديزيز. ان جنرال سيلولار اميونيتي بلايز ذا ميجر رول ان كليرينج فيروس انفكشن وراز هيومرال اميونيتي بروتكتس اجينست ري انفكشن. هاي النقطة ايضا مهمة، وانا افترض انه انتم بالمناعة تاخذوه هذا الموضوع لذلك ما ركزت عليه، ولكن من يسألوكم شنو نوع المناعة اللي تقاوم الفيروسات نقول عليها cell mediated immunity cellular immunity. ليش؟ لانه الانتيبادي ما يقدر يقضي على الفيروس، بس الانتيبادي ايضا الى دور. انتو تعرفون انتو يعني ان بريف يعني الاميونيتي نقسمها either cell mediated immunity or humoral immunity يعني antibody mediated immunity. فالانتيبادي mediated شو وقت راح يتكون؟ بعد ان تنتهي الاصابة يعني كاميون ريسبونس راح البي سيلز راح تكون ان antibody specific ضد هذا الفيروس، وتبقى هاي الانتيبوديز الاميون جلوبولين جي عادة يبقى فترة طويلة، يبقى لمدة سنوات، هذا يكون جاهز ومحتفظ بصورة هذا الفيروس بالانتيجين مالته يعرفه، بحيث اذا تعرض للجسم مرة ثانية راح يسوي له نيوتراليزيشن قبل ان يوصل للتارجت مالته، راح يتحد بالانتيجين مالته ويسده قبل ان يوصل للتارجت مالته. لذلك هو نقول الانتيبودي مهم للمناعة للمستقبل، ولكن بالاصابه الفعليه لاول مره هو السيل اميونيتي او اللي قلنا عليها السيتوتوكسيك تي سيلز هي المهمه، شلون تقتل الخليه المصابه بالفيروس. فالاميون باثولوجيكال ريسبونس هذا يعني بي ديتيلز مناعيه راح نعبر هذا السلايد، يكتفي بهذاك الكلام اللي قلت لكم اياه. هسه بالنسبه للفايرال كليرنس، اذا يعني ايذر قلنا كليرنس اور بيرسيستنس، اما نتخلص من الفيروس او الفيروس راح يبقى بيرسيست. اذا صار البيرسيست الفيروس
راح يبقى either it is latent, true latency or persistent. سامعين باللاتنت انفكشن او الاصابة الكامنة. الإصابة الكامنة هي virus remains completely latent following a primary infection. وهاي عادة موجودة بالإكزامبلز عندنا الهربس سيمبلكس فيروس والفاريسيلا زوستر فيروس. Its genome may be integrated into the cellular genome or exist as episome. بس بمعنى هنا إذا latent, إذا قلنا الإصابة كامنة, إذا latency معناها انتم لاحظتم قلنا اتس جينوم فقط, فقط الجينوم الدي ان اي مالت الفيروس يبقى موجود فقط معزول, يعني هو انتجريتد داخل الدي ان اي مالت الخليه او موجود بابيزوم يعني موجود داخل النواه, بس هو فقط دي ان اي يعني ما موجود ك كومبليت فيريون يعني ماكو كومبليت فايرال بارتيكل موجوده هنا ولا اكو اي معدل للريبليكيشن يعني ماكو فيروس برودكشن نيو فيروس برودكشن بهذه الحاله. هذه نسميها الترو ليتنسي او الاصابه الكامنه الحقيقيه. اكو شيء ثاني اللي هو قلنا عليه قبل شوي هو البيرسيستنس يعني بقاء الاصابه, فالفيروس ريبليكيتس كونتينوسلي ان ذا بودي ات فيري لو ليفل. الاصابه الكرونيك انفكشن هي بيرسيستنت يعني المزمنه هي مقاومة ولكنها ليست كامنة. ليش؟ لأنه أكو very low level of virus replication, أكو production للفيروس باستمرار ولكن بمعدلات قليلة جدا. الإكزامبل مايتنا الـ HIV, الـ AIDS, الـ HBV يعني الـ Hepatitis B virus وسيتوميغالو فيروس والإبشتاين بار فيروس. هذول كلهم chronic viruses من يتحولون إلى chronic infection نسميهم ذولا persistent. ليش؟ ذولا persistent وهذولا latent. خل انتبهوا لي مرة ثانية لأنه latent يعني ماكو viral production. latent مجرد الـ DNA مالت الفيروس integrated within the cell, بينما الـ persistence هي chronic infection أكو continuous replication ولكن at a very low level, at a very low rate. Mechanisms of viral persistence, هذا موضوع ايضا مناعي يعني اطلعوا عليه فقط بس انا ما راح اطالبكم به بهاي الديتيلز. Examples of viral pathogenesis, هذه للاطلاع يعني انتم اريدكم تقروها. هذه يعني روبيلا مرض الحصبة الالمانية يعني بمعنى شنو examples يعني النقاط اللي شرحتها هاي شلون راح نطبقها هنا من نجي نحكي عن الباثوجينسيس اوف اني فيروس. اول شيء نبدي شنو المود اوف ترانسميشن مالته, منين يدخل زين, وبعدين نقول برايمري ابلكيشن صار عنده لو لا, السيمتز وش وقت طلعت يعني انكيوبيشن بيريد. مو شوف السطر الثاني يقول فايريميا اكرز اند فيروس سبريدز ثرو اوت ذا بودي, يعني فايريميا معناها هذا السكندري سبريد مالته انتقل عن طريق اللي عن السيستميك سبريد مالته عن طريق الفايريميا. كلينيكال فيتشرز مالته هي البرزنتيشن اللي هي شنو التطبيقات اللي نشوفها على ارض الواقع للباثوجينسيس اللي صارت, يعني ماكيلو بابيلار راش ديو تو اميون كومبلكس ديبوزيشن. اميون كومبلكس ديبوزيشن يعني تجين انتي بودي كومبلكسز راح تتكون فيسوي لنا دامج بالماينوت فيسلز بلاد فيسلز بالسكن, راح يسوي لنا دامج نزوفات صغيره تحت الجلد تطلع عندنا راش يعني طفح جلدي. هذا الراش هو شنو؟ هو دامج بسبب اميون كومبلكس ديبوزيشن يعني انتيجين انتي بودي كومبلكسز تترسب تحت الجلد تسوي لنا دامج لانه يصير رياكشن قوي بالبلاد فيسل بالبابيلاري فيسلز فيصير وشنو معنى ماكيولو بابيلر يعني وانتم بعدكم يعني هذه يمكن المصطلح جديد عليكم, بس الماكيول يعني بقعه والبابيول يعني elevated lesion يعني مثل منفوخه وارمه. فمن تشوفون طفح هو محمر, ماكيول يعني بقعه يعني لونه متغير, وبعدين ونشوفه elevated وارم فنسميها ماكيولو بابيول. لو فقط تغير بالسكن باللون نسميها ماكيول, اذا elevated نسميها بابيول اذا بنفس اللون. لمفادينوباثي يعني lymph node enlargement
فيفر وارثروباثي اب تو 60% اوف كيسز. ارثروباثي يعني افكت ذا جوينتس بسبب يعني الروماتيك رياكشن, يعني بسبب ايضا انتيجين انتي بودي كومبلكسز ديبوزيشن. هذا موضوع روبيلا انفكشن دورنج بريجننسي, اتركوه لانه مو موضوعكم هذا, ان شاء الله بالمرحله الثالثه تاخذوا هذا. ايضا هذا الهربكس سمبلكس هو اكزامبل وهذا الباثوجينسيس مالته. لحد هنا هذه تنتهي المحاضره, انا يعني هاي البقيه كامثله للاطلاع لكم, بس اللي مطلوب من عندكم الباثوجينسيس السلايدات الاولى اللي شرحتها, وهذه امثله ما تعتبر داخلة بالمحاضرة مالتكم. وشكرا جزيلا, شكرا استماعكم. أنا جاهز أكو أي استفسارات حتى عن المحاضرات السابقة, إذا تحبون تبلغون دكتورة إسراء تبلغني, أو على الكلاس روم تضيفون تعليقات, أنا حاضر. شكرا جزيلا.